السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن المحاضرة الثانية في الكوميونيتي، اللي هي كيف نختار للستدي ديزاين وايش هي للستدي ديزاين اصلا. اول اشي، ايش هي للستدي ديزاين؟ اللي هي الاشي اللي احنا بنحطه عشان الخطة اللي احنا بنحطها علشان نحول البحث من فكرة عامة ببالنا لايش ممكن تطبيقه فعليا، وهو يعني ايش النقاط اللي احنا بدنا نعملها، 1 2 3 4، اول اشي بدي اعمل هيك، بعدين بدنا ناخذ الداتا بهاي الطريقة وزي هيك. هون بحكي لك نفس الاشي، انه هي specific plan اللي احنا بنحطها for conducting the study، الخطة اللي احنا بنحطها عشان نطبق هاي الستدي فيها، وهذا بسمح لنا انه نترجم الستدي هاي من فكرة، من conceptual hypothesis ل operational one، يعني من فكرة ببانا لاشي يمكن تطبيقه على ارض الواقع. هلا اختيارنا للديزاين هاي بيعتمد على اكتر من شغلة، اللي هي اول اشي شو الكوستشن، شو الاشي اللي احنا بدنا نعمل البحث عنه، شو الجولز تبعتنا من هذا البحث، شو احنا ناويين نطلع منه، شو البيليفز والفاليوز تبعتنا اللي هي بتحددها كثير شغلات، زي بتحدد الاثكس، شو السكيلز اللي احنا عندنا، يعني مثلا واحد له خبره كثير بالابحاث راح يكون عنده مجال انه يعمل شغلات اكثر من بني ادم لساته جديده على الشغله، وشو التايم والفندز اللي عندنا، يعني احنا برضه من حد من الناحيه الماديه والفندز، ومن حد من ناحيه الوقت، يعني احنا ممكن ما يكونش دائما عندنا المده الكافيه الزمنيه الكافيه لانه نعمل كل شيء، فنضطر انه نستغني عن بعض الشغلات، وهذا بغير بالديزاين اللي احنا بنحطه لتطبيق البحث. في تقسيمات طبعا للستدي تايبس، حكينا كثير منهم بالمحاضرة الاولى، وهي بس اعادة سريعة، زي ديسكريبتيف اللي احنا بنوصف الموجود هون، لونجيتيودنال او اوبزرفيشنال اللي هي بتاخد فترة زمنية طويلة، وانترفنشنال اللي هي اللي احنا بنتدخل فيها وبيكون في عامل مؤثر من خلالنا. طبعا في كثير أمثلة على أنواع للأبحاث، إذا بدنا نحكي مثلا بشكل عام عن الإبيديميولوجيكال ريسيرش كمثال، ممكن نلاقي إنه بتصنف تحت لاب ريسيرش والإبيديميك انفستيجيشن، كإبيديميولوجي أكيد بده يدرس الإبيديميكس وأكيد بده يدرس البوبيوليشن برضه، وهي هون شرح عن كل وحدة. مثلا اللاب ريسيرش اللي هي اللي أنت عم خلال في مختبر معين بدك تحول المعلومات النظرية اللي موجودة عندنا وتطلع تطبيق عملي لإلها، وعن طريق الداتا اللي بتطلع عندك بدك تطلع باستراتيجيز، بدك تطلع لفهم جديد لدواء، بدك تطلع لإشي يفيد المجتمع. epidemic بدك تدرس الأوبئة، إيش الأوتبريكس تبعتها، البوبوليشن المستهدف منها، الايجنت اللي بيسببها، إذا في جين معين، إيش الترانسميشن مود، وهكذا. والpopulation based انت بدك تطلع على population نفسه، بدك تطلع على توزيعه، بدك تطلع على محدداته، بدك تطلع على الامراض اللي موجودة فيه، وبعدها بعد هاي الشغلات بدك تطلع ايش في by statistical techniques ممكن انت تعملها علشان تطبق الداتا اللي انت طلعتها على هذا الشعب، وايش كيف ممكن تفيده فيه. نوع الديزاين اللي انت بتختاره بيعتمد على كثير شغلات، منها مثلا طبيعة المعلومات الموجودة، مثلا أول بحث أنت بنعمل عن موضوع معين أكيد ما راح يكون زي البحث المليون، أول بحث راح يكون شوي عام التفاصيل فيه أقل، الأبحاث الثانية راح تصير تتطرق للتفاصيل أكثر وأكثر. الـ occurrence of disease يعني أنت ما راح تمسك لي disease كثير رير وتيجي بدك تعمل بحث عنه، راح تضلك 10 سنين وأنت ما عندكش غير حالة واحدة. الـ duration of latent period اللي هي الـ period بين ما الاكسبوجر للايجنت المسبب للمرض وبين الابيرنس اوف سيمبتومز، انه هاي بتعتمد كثير على كيف انت طبيعه دراستك للبحث راح تكون، وكيف اصلا طبيعه البرزنتيشن تاعت المرض اللي انت بتدرس عنه راح يكون. الافيلابيليتي اوف انفورميشن، اذا انت ما عندك اي مرجع ممكن ترجع له، ما فيش عندك اي وسيله انك توصل للانفورميشن، يعني هذا راح ياثر كثير على طبيعه البحث اللي بدك تعمله وعلى الستدي ديزاين اللي بدك تعملها عشان تعوض هاي الشغله. والريسورسز نفس الاشي، سواء مادية او زمنية او هاي الشغلات، اذا انت ما في عندك ناس تستعملهم عشان يشتغلوا معك على البحث، اذا ما في عندك فندز للبحث، اذا ما في عندك تايم للبحث، هذا كله راح يأثر على الستدي ديزاين اللي بتعملها انت. هون بيجي بحكي لك كيف تقارن بين الستدي ديزاينز عن طريق اكتر من شغلة، سهولة تطبيقها، التايمينج، الثيم تبعتها، الكوست، الاثكس، يعني هاي مجموعة نقاط بس هيك للحفاظ، وراح نتطرق للشغلات المهمة منهم لقدام.
وهاي شغلة حكينا عنها بشكل خفيف في المحاضرات الماضية، اللي هي الطرق اللي احنا عن طريقها بنعمل كوليكشن للداتا. في primary collection وفي secondary collection. primary collection بشكل يعني بشكل سريع، primary collection اللي هو اللي انا بجمع الداتا، secondary collection الداتا بتكون جمعها ناس تانيين وانا باخذهم منهم. مثلا primary collection انا بنزل وبفحص الناس، انا بنزل بعمل interviews وزي هيك. السكندري مثلا انا بروح على شركة موظفة ناس، بطلب منهم الريكوردز تبعون هدول الناس، او على مستشفى بشوف ريكوردز المرضى، المستشفى اخذ الريكورد وانا اخذته بعدين من المستشفى، فمش الباحث نفسه اللي اخذ هذا الداتا. هلا مثلا البرايمري ايش من فوائدها وايش من الديس ادفانتجز؟ مثلا من مساوئها انها ممكن تاخذ وقت وتاخذ مصاري ومجهود، وانه مش دائما انت ممكن تنزل على الناس وتروح تسالهم في مواضيع حساسه عند كل مجتمع مثلا. بالمقابل السكندري ايش الديس ادفانتجز تبعتها؟ انك انت بتعتمد على اللي اخذ البيانات قبلك انه يكون هو اخذها صح ولا لا، وانت بتكون محدود في الاكسس تبعك، يعني انت بدك اياه هو يعطيك الاكسس، انت ما عندكش فول اكسس عليها. بس مثلا لما تيجي تحكي عن فوائد كل وحده، مثلا البرايمري بيكون فيها ميجرمنت ايرور اقل لانك انت ماخذها بايدك، ولانك انت ماخذها بايدك برضو انت عارف ايش بدك تاخد، فبتكون بتكون بتطابق اهداف الاستدي اكثر، suits objectives of the study better. بالمقابل السكندري من فوائدها انها معمولة من الاول، فانت عم بتوفر على حالك جهد ووقت وحتى مرات تكلفة. هلا في عدة أنواع للستديز، في ديسكريبتيف وفي أناليتيكال، حكينا عنهم بالمحاضرة الماضية وراح نحكي عنهم بشكل أكثر في هاي المحاضرة لقدام شوية، فما راح أتعمق فيهم هلا. هون بس بعته هو أمثلة على كل وحدة، زي مثلا كيس ريبورتس عند ديسكريبتيف ستدي، كيس سيريز، ايكولوجيكال ستديز وزي هيك، أناليتيكال، أوبزرفيشنال، وكيس كنترول، وكوهورت ستديز وهيك. وهون بيعطي كمان أمثلة على الديسكريبتيف ستديز وكل مثال وشو مثلا الفيلد او التخصص اللي هو بيعتمده اكتر اشي، زي مثلا كيس ريبورتس عندنا في الطب اللي هم المورنج ريبورتس والكيس ستاديز وهالشغلات اللي احنا نعملها، مثلا الابيديميولوجي بريفالنس اوف كانسر، الجيولوجي اويل ريزيرف وهالشغلات، هاي مش كتير يعني مهم بس مجموعة امثلة. هون بيحكي عن خصائص تبعت الديسكريبتيف ستاديز، راح نحكي شوي عن خصائص descriptive studies والlimitations وهالشغلات، بعدين بنطلع على analytical. هاي خصائص descriptive. descriptive الفكرة انه التركيز في descriptive بيكون على وصف ال interesting details في اي شغلة انت بتشوفها، هو بالاخير descriptive وصفي بده يوصف ال details. من خصائصها برضو انه ال generalization بيكون minimized، مش معدوم بس هو minimized، انه انت مش ممكن تعمم شغلة معينة، أو يعني قليل حيكون تعميمك على شغلة معينة على الكل. مثلا حالة معينة ممكن يكون لها خصائصها الخاصة بحالة تانية، وصعب انك تضلك تعمم خصائص حالة على حالة تانية. الـ tone is generally hey look what I ran across، هي الفكرة انه انت بتكتشف شغلات جديدة، وانه هون يعني hey look what I ran across يعني بناديهم وتعالوا شوفوا شو لقيته وصار شو زي هيك، هي الفكرة انه انت عم تكتشف عن تفاصيل جديدة بخصوص الشغلة المعينة. وان هي الموست كومن في الميديسن اللي هم الكيس ريبورت والكيس سيريز. الكيس ريبورت زي مثلا اللي احنا بنعملها المورنينج ريبورت وابصر شو زي هيك، لا الكيس سيريز عفوا هي المورنينج ريبورت لما انت تحكي عن مجموعة من الحالات، الكيس ريبورت لما يجي مثلا بدهم يعملوا لجنة بت بحالة معينة بدهم يناقشوا بس حالة واحدة، كيس ريبورت واحد. كيس سيريز مجموعة من الكيس ريبورتس، وهلا راح نحكيهم اكثر بالتفصيل. هلا الليميتيشنز تبعتها اللي هي اول واحدة حكينا انه الجنراليزيشن اوكي قليل بس مش معدوم، ومرات هذا الشغله بيكون كويستشنبل. الشغله اللي هي انت الشغله الثانيه اللي هي انه انت مش ممكن تطلع السبب، مش ممكن تجاوب الاسئله اللي بتتعلق بالسبب. يعني انت بتعرف انه مثلا هذا البني ادم عنده نمونيا بس كيف صابته؟ ليش؟ كيف انتقل له هذا ال كيف انتقل له البكتيريا الفيروس، كيف صابه جاسترايتس، ليش انت بتعرف انه عنده مثلا بس كيف صابه بشكل عام مش ممكن تعرف. وهي بتكون عادة مش
بحث معمق، فهي بتكون starting point للإندبث ريسيرش، ومن بعدها لسه بدك تكمل بحث بالتعمق أكثر. ممكن يكون الواحد خاصة اللي بيعمل generalization يكون عنده generalization خطأ أو فكرة عامة خطأ، وهو مش عارف أصلا إنها هي خطأ. وكون الديسكريبتيف ما بتتعاملش مع أرقام، بتتعامل مع الوصف تبع الشغلات، فما فيش في عندهم مجال إنهم يختبروا هاي الشغلة ويتأكدوا من صلاحيتها والفاليديتي تبعتها، وإذا في أي statistical association ولا لا. عادة عشان الديسكريبتيف هي بتاخذ فترة أطول وأنت عم تتعمق بالشغلة أكثر من الأناليتيكال، بدك تاخذ وصفها الدقيق، ما حيكون معك مجال إلا إنك تعتمد على مجموعة على only one or a few patients، وهاي الشغلة راح تعمل إنه ما فيش عندنا يكون comparison group. والريسك فاكتورز هاي راح تكون may only be coincidental، يعني ممكن انت الريسك فاكتور بس تلاحظه عن طريق الصدفة لأكثر من سبب، انه ما فيش comparison group، وانه عندك بس only one or few patients، وانه الكوزاليتي انت مش عارفها. هلا الديسكريبتيف ستاتس اللي هي القيم اللي هو بيستعملها عشان يوصف الشغلات فيها، كونه هو مش اناليتيكال ما بستعملش يعني قيم رياضيه كثير معقده، بستعمل عاده الريشيوز النسب، بستعمل الفريكونسيز كم نسبه تكرار شغله معينه، بستعمل الافرج المين والميديان والمود، الوسط والوسيط والمنوال وهالشغلات، وبستعمل العلاقات بين شغله والثانيه. فوائد الكيس ستاديز اللي زي ما حكينا هم نوع من انواع الديسكريبتيف، انهم اول اشي تشيب وايزي، فكونه رخيص انك تعمل الكيس ستادي وسهل انك تعملها، فهذا برضو معناه انه هم فاست ممكن تعملها بسرعة، وهاي نقطة تانية يعني ضيفوها انه هي فاست، وانك ممكن تستعمل سكندري تايب اوف داتا كولكشن، يعني ممكن تستعمل ميديكال ريكوردز هي اصلا موجودة اوريدي من الاول، والكلينيكال ماتيريال اللي انت محتاجها موجودة بكثرة، وفي حال انه انت شفت شغلة جديدة ممكن تعمل عنها كيس ريبورت وتطلع عنها بحث، فهي good opportunity for publication، وانك تطلع ابحاث وتنشرها. هلا هون بحكي لك الكيس ستاديز اللي هي الموست كومون في الميديسن. ليش هي الموست كومون في الميديسن؟ يعني بحكي لك مجموعة من النقاط تتعلق بالكيس ستاديز هون، انه انت ممكن تجرب النيو تريتمنتس وممكن تجرب التست بس without a control group، يعني هاي نقطة مهمة انه ما بيكون عندنا control group. اللي هي ايش الكنترول جروب؟ زي ما احنا بنعرف المجموعة من الناس اللي احنا ما بنعطيهم الدواء هذا او التست هذا علشان نخليهم نقارن بينهم وبين مجموعة الناس اللي اعطيناهم، يكون في عندنا معيار نرجع له. فهون احنا بنجرب على المرضى، ما فيش عندنا كنترول جروب، بنجرب الادوية الجديدة عليهم طبعا بعد موافقتهم. وطبعا الكيس ستاديز مش ممكن نستعملها علشان نغير الدايجنوسيس بشكل مباشر بشكل سريع ومباشر، في حال انه لاحظنا علاقة معينة موجودة بين مثلا، في حال لاحظنا شغلة موجودة عند مجموعة من المرضى، هاي الشغلة مش كافية انه نبني عليها دايجنوسيس جديد وانه إن نبلش نغير التريتمنت تبعهم، بس هاي الشغلة بتخلينا نعطي special attention للنيو newly described symptoms، يعني خلينا نحطهم بعين الاعتبار ونفكر فيهم، بس مش كافي انه نغير الدايجنوسز immediately يعني مباشرة. وهاي الشغلة برضو ممكن تعطينا مجال انه نعمل new research، كونه احنا لاحظنا مثلا علاقة جديدة، لاحظنا اشي معين مش مشترك بين مجموعة من الناس، وبساعدنا كتير في انه نكتشف الابيديميكس بشكل بكير، في حال مثلا لاحظنا انه مجموعة من الناس من منطقة معينة كلهم جايين بنفس السيمبتومز، هاي ممكن تكون دليل على انه في اشي مشترك بينهم، وفي حال انه لاحظناه ممكن يكون early sign of epidemic هاي. طبعا هي واحدة من الفاونديشن ستونز او الاركان الاساسية للإيفيدنس بيست براكتس، اللي هي لما احنا نجرب شغلات جديدة زي ما حكينا هون new treatments ونكتب ايش التأثير تبعه، احنا بنطلع براكتس جديد بناء على التجربة والدليل اللي احنا شفناه اثناء عملنا في المستشفى. وهي طبعا بتفيد في الابلايد ميديسن لما الفيزيشنز يشوفوا عندهم حالة جديدة، بتساعدنا هاي الكيس ستاديز بانه يعرف كيف الواحد يتعامل معها. هون بيجي بيعطي مجموعة مقارنات بين الكواليتاتيف والكوانتيتاتيف،
يعني مش راح أتعمق فيهم كتير مثلا، بس إنه هاي مجموعة نقاط الحفظ، مثلا الكواليتاتيف هاي تكستشوال، هاي نيوميريكال زي ما حكينا، هاي التعامل مع أرقام، هاي التعامل مع الوصف، مثلا هاي سبجكتيف وهاي اوبجكتيف، هاي الكواليتاتيف بتساعدنا أكتر في الفهم، هاي في البريدكشن وهكذا. والسلايد اللي بعده نفس الشيء، بيكمل مجموعة من المقارنات comparing بين الكواليتاتيف والكوانتيتاتيف. هلا بدنا نحكي شوي اكثر عن الكواليتاتيف ديزاينز. الكواليتاتيف ديزاينز اول اشي بدنا نحكي عن التكنيكس اللي بنستعملها فيهم. في اكثر من تكنيكس، في مثلا اول وحده اللي هي الاوبزرفيشن، الفيلد نوتس، هذول رح نحكي عنهم يعني لاكثر كمان شويه. بس يعني اوبزرفيشن انك انت ايش تروح تراقب الوضع، تشوف ايش البيئه الموجوده حواليك، تاخذ فكره عامه وتوصف كل اشي، تنزل انت على الفيلد على الساحه نفس الاشي او في الخط الأمامي إذا بدك تحكي، وتراقب وتشوف إيش موجود عندك وتسجل نوتس حواليه. الإشي الثاني اللي هو الانترفيوز والفوكس جروبس. طبعا الأوبزرفيشن والانترفيوز بيجوا مع بعض، كل واحدة بتكمل الثانية، بس هاي بنحكيها لقدام. هلا الانترفيوز أنت بتختار فوكس جروب وبتسألهم مجموعة من الأسئلة، هاي الأسئلة عشان تاخذ كي انفورميشن معينة. يعني أنت في عندك مجموعة نقاط بدك إياها بتكتبها وبتسألها لهاي الفوكس جروب. وفي عندك داتا أناليسس، إنك تحط فيديو أو تكست أو إيمج، أي نوع من أنواع الداتا، وتعرضه على الناس وتشوف هو شو بيكون ردة فعله وشو رأيه فيها. مثلا تكست شو رأيه فيه، شو ردة فعله، الإيمج شو هو شايف، وهكذا. والسيرفيز اللي هي السيرفيز العادي، اللي أنت بتطبع مجموعة من الأسئلة وبتوزعها على مجموعة من الناس، هم بيعبوها على الورقة وبيرجعوا لك الأنسر شيت. اليوزر تيستينج اللي هي التيستينج العادي، يعني بتمسك مجموعة من الناس وبتعملهم امتحان عشان انك تعمل مقارنة بينهم. شو السكيلز اللي مطلوب منك انت كريسيرشر؟ معناها بدك تكون عندك سكيل اوبزيرفينج، لازم تكون عندك القدرة على انك تطلع على الشغلات وتراقبها وتاخذ فكرة عامة منيحة عنها، وانك تطلع على كل الديتيلز اللي فيها وتلاحظها. لازم يكون عندك مهارة الكونفرزنج، انك تعرف كيف تحكي مع الناس، كيف تتفاعل معاهم، كيف تفهم عليهم. لازم يكون عندك برضو مهارة البارتيسيبيتنج، كيف انك انت تتفاعل معاهم وتخليهم هم يتفاعلوا معاك برضو. والانتربريتنج، لازم يكون عندك مهارة عالية بانك تحلل الشغلات وتفهم المعلومات اللي هم بيحكوها للناس. وهون بيجي بيحكي التكنيكس اللي حكينا عنهم بس بشكل شوي معمق اكتر. معظم الموجود هنا احنا حكينا، مثلا يوزر تيستينج بنعملها عشان نقارن بين الناس، تراينجليتنج ريزلتس، يعني انك تاخذ الريزلتس تبع واحد وواحد تاني وتعمل مقارنه بينهم، بيكون عندك التست ونتيجه الاول ونتيجه الثاني وتعمل تراينجليتنج بينهم ومقارنه بينهم. الداتا اناليسيس اللي حكيناها، اي نوع من الداتا اللي انت بتعرضه، سواء صور او فيديو او تكست او اي شيء، بحيث انك تاخذ انسايت على الكرنت ليرنينج بروجرام الموجودة عند الناس وشو الشغلات المهمة لإلهم. هلا الانترفيوز والأوبزرفيشن حكينا إنهم كومبلمنتري لبعض، بيجوا إيد بإيد. الأوبزرفيشن أنت بتطلع عليهم بتشوف الكالتشرال باترنز تبعتهم، أنت نازل عندهم بتشوف الكالتشر تبعتهم، بتشوف الحضارة، بتشوف البيئة اللي هم عايشين فيهم، وشو الشغلات اللي إحنا لازم نعملها علشان نعالج مشكلة معينة هم موجودة فيها. بعدين بننط على الانترفيوز اللي هي الفوكس جروبس، احنا بدنا نشوف ناخذ الفهم حاليا، insight into meaning. احنا شفنا مجموعة شغلات عملنا لها observation، وهلا بدنا نعمل interview مع مجموعة من الناس وبدنا نفهم هاي الشغلة ليش موجودة، بدنا ناخذ الميننج تبعها. وزي ما حكينا انه بتعامل بالكي كونسبتس وجنريتس الكي كونسبتس. هلا شو الشغلات اللي احنا بنطلع عليها وبندور عليها انها تكون موجودة في الكواليتاتيف ريسيرش؟ بدنا اياه اول اشي الريسيرش يكون dependable، ندور على الديبندابيلتي، انه يكون امكانيه الاعتماد عليه، ولازم يكون كريدبل برضه، لازم يكون صاحب مصداقيه، يعني ممكن نعتمد على الداتا اللي بناخذها منه وتكون الداتا لها مصداقيه معينه. ترانسفيرابيلتي، كيف يعني ترانسفيرابيلتي؟ ترانسفيرابيلتي احنا بيهمنا انه تكون الداتا اللي احنا اخذناها ممكن ننقلها من عينه لثانيه. كيف يعني؟ يعني احنا اخذنا مجموعه معينه فوكس جروب من البوبيوليشن كامل، بهمنا انه هاي المجموعه تكون بتمثل المجتمع هذا كامل، البوبيوليشن كامل، بحيث انه لو اخذنا مجموعه ثانيه من هذا من هاي
من هذا الـ population ناخذ نفس الـ results اللي اخذناها من المجموعه الاولى، او على الاقل مثلا هي مجموعه واحده هي مجموعه اثنين، لما ناخذ الداتا تبعت مجموعه واحد ممكن نطبقها على مجموعه اثنين وهكذا. confirmability انه يكون عندنا قدره انه ناكد هذا البحث. كيف بدنا ناكد؟ يعني مهما رجعنا له، مهما اجرينا نفس الخطوات اللي عملناها، كل ما عدنا البحث ناخذ نفس الريزلتس، كل ما نعيد البحث بناخذ نفس الريزلتس. هلا نحكي شوي عن الكوانتيتاتيف ديزاينز. الكوانتيتاتيف ديزاينز في لها اكثر من نوع، في اوبزرفيشنال واكسبيرمنتال، مش شيء يعني جديد مليون مره نعاده. اوبزرفيشنال انه انت ما بتتدخل، ما في عندك اي انترفنشن. الاكسبيرمنتال انت بتدخل شغله بتلعب فيها، بتعمل مانيبيليشن لها وبتشوف ايش ردة الفعل بتكون. يعني من فوائد الكوانتيتاتيف ريسيرش، اول وحده انها سمبل، هاي نقطة جديدة ضافتها الدكتورة فمش غلط انه يعني الكل يضيفها، انها سمبل. ثاني شغلة انه كونها بتستعمل ارقام فالفهم تبعها تعطينا فهم ادق واوضح، فهي كلير انتربريتيشن لإلها. وممكن بشكل اكبر انها ترفض او تأكد الـ null hypothesis او الـ alternative hypothesis. كونها بتستعمل الأرقام فهي بيكون فيها فهي بتكون logical منطقية sequential، اللي هي يعني بيكون فيها سلسلة خطوات معروفة و controlled، وبتكون make sense وبتكون يعني منطقية أكثر وأسهل للفهم لأنه الأرقام واضحة. كونه في أرقام وما فيش مجال إنك أنت تلعب فيها بكثير وتلعب بالفهم، وهاي الكواليتي تبعتها مثلا 4 من 5 ولا 5 من 5 وزي هيك، لا في ارقام محدده، فبقلل الريسيرشر بايس، والريزلتس ممكن يفهمهم حدا في مجال ثاني، maybe understood by individuals in other disciplines. مش شرط يعني يكون بنفس التخصص اللي عمل السيرفي لانها سمبل وكلير. هذيك كانت الفوائد. هلا نحكي شوي عن المساوئ او الكونز. اول اشي انه في شغلات زي الايموشنال ريسبونسز، البيرسونال فاليوز، وهي الشغلات انت مش ممكن اصلا انك يعني تعبر عنها عن طريق الارقام. وفي عندك شغله ثانيه انه بس واحد او اثنين كويستشنز كان بيستديد ات ا تايم. كيف يعني انك لما تيجي بدك تدرس مجموعه من الشغلات مثلا راح تكثر من عندك الارقام، سؤال واحد او السؤالين انت راح يكون عندك مجموعه من الفاريبلز لها، ففي حال انه زادت اخذت اكثر من هيك والفاريبلز ازدادوا راح تكون عندك الارقام كثير في ملف الريسيرش، وراح يصير عندك شيء اسمه اوفر بريزنتيشن، كل شيء يخش ببعض ولا رقم يبين لشو هو، ويبطل البحث تبعك مفهوم، فما فيش عندك مجال غير انك تدور على سؤال او سؤالين. وفي عندك مشكله ثالثه اللي هي انه الشغلات اللي انت مش محدد اصلا شو الفاريبلز تبعتها ما راح تقدر، يعني منطقيا انك ما راح تقدر تفهمها وتدرسها عن طريق quantitative research. هلا شو موقفنا العلمي من quantitative studies، او بالاحرى كيف نطلع الحقائق العلمية بهذا النوع من الدراسات؟ اول اشي empirical verification، انه احنا بدنا نحاول نتحقق او نعمل verification للستدي تبعتنا عن طريق انه نعمل observation و experimentation. هلا الشغلة الثانية اللي هي ruling out simple explanations. فشو الفكرة؟ إنه بدنا نبلش بالإشي السيمبل، بعدين نروح بعدين نروح على الإشي الأصعب فالأصعب فالأصعب، بس بنبلش بالإشي السيمبل، في حال ما زبط بنعمل له رولينج أوت وبنروح على اللي أصعب منه. سيمبل إز سيمبل وكومون إز كومون. زائد إنه بنحاول دائما نطلع إيش الكوز تبع كل إشي، كل إشي بنلاقيه لازم نطلع سبب لإله، وبدنا نحاول نحسب البروبابيليتي تاعت الريسبونس الواحد، مثلا شو احتمالية إنه يطلع عنا زي هيك، شو احتمالية إنه يطلع عنا زي هيك، ونطلع النسب تبعت كل وحده زائد الريبليكيشن للريسبونسز هذه. مثلا احنا طلعنا على ريسبونس معين، هل انا ممكن اني اوصل لنفس النتيجه في حال عدت البحث مره وثاني مرتين وثلاثه واربعه وزي هيك. هلا نحكي شوي عن الاوبزرفيشنال ديزاينز. على الاوبزرفيشن ميثودز بتختلف حسب نوع اللي انا بدي اختاره. ممكن مثلا اليونت اللي انا بختارها تكون يا اما individuals يا اما groups، يعني انا ممكن اختار العينة اللي بعمل عليها البحث تكون افراد افراد او تكون مجموعات. ممكن population الدراسة اللي اعملها تكون cross-sectional او تكون longitudinal.
كروس، وزي ما عارفين مثلا كروس سكشنال باجي باخذ اكثر من واحد في عده من عده مجموعات او عده مراحل، كل واحد فيهم بساله مره واحده بس. لونجيتيودنال لا، بمسك مجموعه من الناس وبعيد بعد فتره اسالهم، وبعد فتره برد بتابع معهم، وزي هيك الداتا كولكشن تايمينج. ممكن اخذ نقطه وامشي منها لقدام بروسبكتيف، ممكن امسك نقطه واخذ امشي منها لورا ريتروسبكتيف، ممكن اعمل كومبينيشن بينهم التنتين. والكولكشن تايبس ممكن انا اروح اجمع المعلومات، او ممكن اخلي حدا ثاني يجمعهم وانا بعدين اخذ المعلومات منه جاهزه. فبتختلف الميثودز حسب انا شو بفضل وشو بدي اياه. وهون بحكي نفس الحكي اللي حكيناه عن البوبوليشنز، انه لو كان كروس سكشنال باخذ مجموعه من الناس وبسالهم بس مره واحده، ولونجيتيودنال بسالهم مرتين او اكثر. نوضحها مثلا بمثال، فرضا انا بدي اخذ اعمل بحث عن طبيعه عن مراحل التطور في حياه طالب الطب مثلا، فبالكروس سكشنال بعملها مره واحده لانه معي بس اسال مره واحده لكل واحد. باخذ طالب سنه اولى، طالب سنه ثانيه، طالب سنه ثالثه، واحد رابعه، خامسه، سادسه، وبسالهم كل واحد فيهم نفس الاسئله وبشوف مراحل التطور والاختلافات بينهم. لونجيتيودنال بمسك مثلا مجموعة طلاب سنة أولى وبتابعهم لما يكبروا ويصيروا ثانية، بعدين بتابعهم لما يكبروا ويصيروا ثالثة، بعدين برد بسألهم كمان مرة لما يصيروا الرابعة، وزي هيك نفس المجموعة بروح بتابعهم بسألهم two or more sets of observations وباخذ منهم. هلا الـ observational designs إلها برضو أكثر من تصنيف. ناخذ واحد من التصنيف اللي بصنفها بناء على المعلومات اللي أنا عندي. في حال انه المعلومات اللي عندي انا ضعيفة poor بنسميها exploratory. كيف يعني؟ انه انا بدي احاول اعرف شو بده يصير، انا ما عندي معلومات والknowledge تاعت الفينومينون اللي عندي poor زي ما حكينا. هلا في حال كان عندي معلومات اكثر عن هاي الفينومينون، بصير اسي اسمه descriptive الديزاين. هاي انا في عندي مجموعة معلومات بس انا ما عنديش لسه hypothesis، ما عنديش فكرة عامة او فرضية، بدي اطلع بوحده، بنستعمل ديسكريبتيف ديزاين. وهون زي ما بحكي يوز تو فورميليت سيرتن هايبوثيسس. فرضا عندي هايبوثيسس، عندي مجموعه معلومات كافيه وعندي الهايبوثيسس بس بدي اتاكد منها، بنروح بعدها على الاناليتيكال نحل هاي البيانات وبنعمل تيستينج للهايبوثيسس. الكلاسيفيكيشن الثاني ومش كثير تعمقوا فيه في المحاضرات، بس الفكره انك تعرف في عندنا بريليمينري، في عندنا بيسك، وعندنا انكمبليت. وفي حال كان مزيج بين اكثر من وحده من هدول بيكون هايبريد، واذا ما كانش ولا وحده منهم بيكون اذر. وهون بحكي عن الكلينيكال كيس سيريز، هي يعني هاي السؤال مش كثير مهمه. الاشي اللي بهمنا كثير بصراحه منها انه نعرف ايش هي الكلينيكال كيس سيريز، انه احنا بنعمل اناليسيس للكيسز عشان نعرف عن الديزيز وعشان نعمل ريجستر للكيسز، وانهم بهمونا اكثر اشي لما ندرس الساينز والسيمتومز، لما نعمل ديفينيشن للكيس اللي عندنا اياها، وبيفيدنا طبعا في التعليم في الاديوكيشن. هلا عشان تكون الكيس سيريز عندنا كامله ونقدر نفهمها بشكل منيح، لازم يكون عندنا مجموعه من المتطلبات اللي لازم تحققها هاي الكيس سيريز. اول وحده يكون عندنا دايجنوسز، ويكون عندنا التعريف الواضح تبعه. يعني مثلا نكون حاكيين عارفين انه الدايجنوسز مثلا هايبرتنشن، نكون عارفين شو الهايبرتنشن 120 على 80 نورمال. طب 130 على 85 نورمال ولا مش هايبرتنشن ولا مش هايبرتنشن؟ 140 على 90 هايبرتنشن ولا مش هايبرتنشن؟ شو الحد؟ لازم يكون في ديفينيشن واضح، ويكون في عندنا كلير دايجنوسيس، او في حال وفاه يعني لازم يكون عندنا الكوز اوف ديث، وبرضه يكون ديفينيشن تبعه يكون واضح. لازم يكون برضه عندنا معلومات عن المرض نفسه اللي صار او الوفاه اللي صارت، فلازم يكون عندنا امتى صارت، الديت اللي صار في هاي الحاله، و لازم يكون عندنا معلومات عن مين انصاب فيها، يعني البيشنت بروفايل تبعه مثلا، وين هذا البني ادم عاش، شو كان يشتغل، شو الكاركترستكس تبعته، وكل شيء. ولازم ناخذ معلومات زياده عن المريض، سواء من هو منه نفسه او عن طريق الميديكال ريكورد، يعني هيستوري او نطلع على الفايل تبعه او اي شيء، بس لازم ناخذ الاوبورتيونيتي علشان نجمع اديشنال داتا. وبعد ما نجمع كل هاي الداتا لازم نطلع ونكون ونحدد الـ population at risk، شو الـ characteristics تبعته اللي بتخليه at risk، وشو السايز تبعه لهذا الـ population. وكوننا حكينا عن الـ population، بدنا نحكي عن الـ population based case series، اللي هي يعني بس case series مجموعة معينة
من الناس اللي عايشين في ديفاين جيوغرافيكال اريا، ويكون في بينهم شغلات مشتركة، وعادة يوزوالي هذول الناس بيكونوا كومبايلد او يعني مجموعين مع بعض تحت كاتيجوري وحدة لغايات ادارية او لغايات قانونية. كيف يعني؟ مثلا زي انك لما تكون تحكي عن واحد انصاب ب H1N1 او انصاب ب HIV او اي شيء، لازم انت تروح تبلغ عنه، فانت لازم تعمل هاي لغايات ليجل، تعمل ريجستر للسيريس ديزيزز. ولغايات ادارية زي مثلا المستشفى، الهوسبيتال ريكورد او الادميشنز تبعت المستشفى. طبعا هو بيكون بسجل الحالات اللي بتدخل عليه، لانه الواحد اللي بالمستشفى بده يعرف مين الحالات الموجودة عنده. هون بحكي عن population based case series، انه بس بحكي مجموعة نقاط عنها، انها هي بتحدد تعريف للديزيز او الهيلث بروبلم اللي احنا بدنا ندرسها، وبتعمل سيستم عشان نجمع الداتا بما يخصهم، وانه عشان نعمل ديزاين ل population based case series هو هذا اشي بسيط وسمبل. وبتحكي لك برضو انه يعني انهم عنصر اساسي في الكيس كنترول، وفي انه نعمل كوهورت ستديز وترايلز لبعدين، وانها برضو عنصر اهالي اساسي في فهم الديستريبيوشن تبع الديزيز والبوبيوليشن ات ريسك وكيف دراسته. وانه بيجي بيحكي لك برضو انه علشان نعمل الحسابات الريتس اللي احنا بدنا اياهم، اللي هم الديستريبيوشن والبريفالنس والانسيدنس، واذا كان ايبيديميك ولا بانديميك ولا انديميك، نحتاج فول يوز، فول ايبيديميولوجيكال يوز للداتا الموجوده عندنا. فهاي السلايد يعني شكلها شوي معقده، بس هي فكرتها الاساسيه بسيطه. لو بدنا نيجي نحكي عن الداتا اللي احنا بنجمعها، هاي الداتا اللي بنجمعها في الكيس سيريز ممكن نجمعها ونربطها مع داتا تانية لها دخل بالهيلز، سواء الماضي ولا حاليا ولا بالمستقبل، ونطلع منهم مجموعة بيانات معينة. زي على سبيل المثال لو نطرح مثال، ناخذ الداتا تبعت كم عدد حوادث السير اللي بتصير من دائرة السير مثلا، وناخذ الهيلث ريليتد الداتا تبعت الـ RTAs والـ Deaths from RTAs من مستشفيات، ممكن نربطهم مع بعض علشان نفهم بالضبط ايش اللي بيصير وشو الـ Cause والـ Effect تبعهم. وممكن طبعا الكيسز اللي احنا حكينا معهم بالاول نرد نحكي معهم كمان مره لبعدين، وهذا الحكي في حال انه رجعنا عملنا كونتاكت كمان مره مع الكيسز، بتصير هاي كوهورت ستدي، لانه احنا بنعرف ان الكوهورت الجروب اللي احنا بناخدها نيجي بنحكي معاها مرتين ثلاثه واربعه. هاي السلايد مش كثير مهمه، حتى الدكتوره بالمحاضره ما قراتها هي، بس الفكره منها انه في نقطتين قوه للكيس سيريز اللي هم هذول التنتين، واحد واثنين. هاي السلايد مش عارف ليش بصراحة طالع هيك معجوقة شوية، المفروض تكون أرتب، بس الفكرة إنه أنت ممكن تبلش البحث تبعك طريقتين، يا إما ثيري أول وحدة يا إما بروجرام. هلا فرض إنه أنت بلشت من ثيري، إيش بتعمل؟ أول إشي بتطلع بثيري أو هايبوثيسس، وبدك بعدين تعمل أوبزرفيشن بحيث تشوف إيش الإشي اللي عن جد عم بصير، ومنها بتأكد الثيري تاعتك أو بترفضها وبتعمل الريبورت تاعك. في حال إنك بلشت من البروجرام بدك تطبق هذا البروجرام وتجيب مجموعة من الناس يشتركوا فيه، بحيث إنت بعدين تشوف شو بصير معاهم وشو النتيجة بتطلع، وبناء عليه إنت بتشوف إذا بدك تطبق البروجرام هذا بشكل كامل أو لا. فهون نفس الشيء، ثيري بعدين بتشوف الإفكت، وبروجرام وبتشوف الأوبزرفيشن، وهون what you think يصير لنا hypothesis، والبروجرام what you test لأنك أنت بتطلع بالبروجرام وبتجربه. هون هلا بدنا نحكي عن مجموعة من أنواع الاستديز، وكل وحدة إيش خصائصها وإيش ميزاتها وإيش مساوئها. هلا نبلش أول إشي بالcross sectional studies. الcross sectional إحنا بناخذ نقطة واحدة في الزمن وبنعمل الدراسة بناء عليها، بناخذ مجموعة من الناس خلال هاي الفترة النقطة. فمن خصائصها انها point detects point prevalence، ما بتاخذ فترة زمنية معينة، بتاخذ point in time، مش time period كاملة، و allows for stratification. هاي خصائصها. هلا ايش فوائدها وايش محدداتها؟ فوائدها انها مثلا قابلة بسهولة للتطبيق، سريعة واقتصادية، وممكن من خلالها ندرس مجموعة من الديزيزز، ولما ندرس هدول المجموعة من الديزيز بنعمل health planning ومنرتب البرايورتيز تبعتنا للبروبلمز اللي درسناها، زائد انه بيكون في عندنا تقدير منيح للعبء اللي هذا الديزيز بيعمله على البوبيوليشن. هاي كانت ايش محاسنها. طب ايش مساوئها؟
أول إشي سيء فيها اللي هو temporal ambiguity. شو temporal ambiguity؟ يعني أنت ممكن تلاحظ علاقات بين شغلات، بس مش ممكن تلاحظ الكوزاليتي. كيف يعني؟ مثلا إحنا أخذنا بوينت واحدة في التايم، ولاحظنا إنه وأخذنا وبدنا ندرس عن ديزيز معين، لاحظنا إنه في علاقة بين مثلا الهاي كوليسترول ليفل وبين الفاتي دايت مثلا، أو بين الإسكيميك هارت ديزيز. بس مش ممكن نعرف أني سقط أني، مين سببت مين، لأنه إحنا أخذنا بوينت واحدة والتنتين كانوا موجودات. فهون بيجي بيحكي لك cannot determine whether the exposure preceded the outcome، إنه أنت تعرضك لهذا الإشي اللي بسبب المرض سبق الأوتكم اللي هو فعليا المرض. أنت مش ممكن تعرف هاي الشغلة، أنت بتلاحظ بس إنه في علاقة بين التنتين. وطبعا معرض زي كل إشي إنه يكون في measurement error، وكون إحنا بناخذ بس بوينت واحدة في الزمن مش ممكن إنه نستعملها للرير كونديشنز، لأنه إذا أخذنا بس مجموعة واحدة مرة واحدة احتمال إنه يكون في عندنا رير كونديشن جدا ضعيف. هذا إذا كان عندنا من الأساس. لما ناخذ بوينت، لما ناخذ بيريود اوف تايم كاملة وعلى فترة زمنية أطول، يومها بصير ممكن نعمل على رير كونديشنز. وطبعا إنها هي عرضة للسرفايفل باياس. شو السرفايفل باياس؟ اللي هي انحيازية للسرفايفل. مين السرفايفل هاد؟ فرضا إحنا أخذنا هاي البوينت إن تايم وعندنا ديزيز المورتاليتي ريت بتاعته 25% مثلا. احنا لما ناخذ هاي، لما نعمل بحث في هاي النقطة، احنا هدول 25% اهملناهم لانهم ميتين، مش ممكن نعمل عليهم بحث وناخذ ارائهم. احنا اخذنا على 75% بس واهملنا ال 25% اللي هم فعليا نسبة كبيرة يعني. وكيف بنعمل الميجرمنت بهذا النوع من الستديز؟ عن طريق الاودز ريشيو، وهي حنحكيها يعني كمان لقدام. الكيس كنترول ستديز من اسمها احنا عندنا مجموعتين من الناس، كيسز وكنترولز. ايش الفكره؟ الكيسز اللي هم الناس المعرضين المصابين في المرض، والكنترول اللي هم الناس اللي مش مصابين في المرض، اللي هم النية انهم بيمثلوا البوبوليشن الاصل اللي طلع منه هاي الكيسز اللي كانوا عايشين فيه قبل ما يصيروا كيسز ويكونوا حاملين للمرض، كانوا عايشين فيه وكانوا من الكنترول جروب. هلا ايش فوائده للكيس كنترول ستديز؟ انها اقل وحده اكسبنسيف، لانك انت يعني فعليا بس يا اما عم تحكي مع مريض وبتاخذ منه هيستوري، يا اما عم تاخذ البيانات من ميديكال ريكورد جاهز اصلا، ولانه هاي الشغلات جاهزه انت بس تجمعها من المريض او من الريكورد، فهي برضه مش تايم كونسيومينج بالمره. وسوتابل فور ستدي اوف رير ديزيزز، لانه احنا عم ناخذ نقطه معينه وبنرجع منها لورا. فاحنا عم ناخذ هيستوري من المريض، اسمه هيستوري يعني، احنا بنرجع لورا ريتروسبكتيف. هاي النوع من الاستدي هاي ريتروسبكتيف، او عم نشوف الريكورد وبنشوف شو صار معاه بالزمانات وشو الامراض الثانيه اللي كانت عنده زي هيك. بس شو الليميتيشنز تاعته؟ وطبعا لازم نميز انه الرير ديزيزز مش زي الرير اكسبوجرز. الليميتيشنز اول وحده انه هو مش مناسب للرير اكسبوجرز. كيف يعني؟ مثلا في امراض نادره، اوكي هاي فاهمينها، وكونه احنا عم ناخذ فتره زمنيه طويله فهاي النوع من الاستديز مناسب لها. بس الرير اكسبوجر اشي غير. مثلا احنا كلنا في انواع من الالرجيز رير بتكون، كلنا احنا بنتعرض لكثير عوامل في الجو وهيك الشغلات، بس مش كلنا بتكون عندنا هاي الحساسيه. هاي مش رير اكسبوجر، هاي رير ديزيز. بس الاكسبوجر عادي كلنا بنتعرض لها، كلنا مثلا بنتعرض للبولن ولهي الشغلات. هلا الرير اكسبوجر اللي هو الشغلات اللي اصلا احنا ما بنتعرض لها، يعني نادر ما نتعرض لها، هاي مش كل، طبعا مش كل اكسبوجر ممكن يعمل لنا ديزيز. فاحنا اصلا ما راح نعرف عن هاي الاكسبوجر اللي هي اصلا رير الا اذا صار ديزيز، اللي هو برضه مش اشي كتير كومن. فهذا النوع من الاستديز مش مناسب للرير اكسبوجرز. وبرضه احنا عرضه للبايس لما انت تختار الناس اللي بدك تعمل عليهم البحث، انت تختار سيلكشن بايس بانحياز لجهه فوق جهه ثانيه. والريكول بايس طبعا لما انت تسال الناس مش كله بتذكر كل المعلومات مره واحده، وانها مش مناسبه لحسابات الفريكونسي. ما وحده الحساب اللي احنا بنستعملها بهذا النوع من الستديز اللي هي الاودز ريشيو. هلا الكوهورت ستدي زي لونجيتيودنال، انت بتاخذ فتره زمنيه طويله وبترد تسال الناس مرتين ثلاثه واربعه وبتعمل فولو اب لهم اكثر من مره.
فممكن هاي الشغلة تكون ريتروسبكتيف أو بروسبكتيف. عادة طبعا بتكون هي بروسبكتيف، ريتروسبكتيف عفوا، ونفسهم بيحكي لك إنه هي فولو أب بيريود، إما هيك أو هيك. هلا إيش فوائدها؟ إنه ما في عندك تمبرال أمبيجيويتي، كونه في عندك أنت ممكن ترجع لورا أو تمشي لقدام، وفي عندك فترة زمنية طويلة، أنت بتلاحظ الريليشن شيب وبتلاحظ برضه الكوز أند إفكت، وممكن تطلع إيش الكوزاليتي بدون ما إنه يكون عندك أمبيجيويتي. ممكن تدرس سيفرال اوتكمز في نفس الوقت، وممكن تحسب الانسيدنس استيميشن. كيف يعني؟ يعني انت عندك الاكسبوجر، انت عندك الكوزال افكت هي اول واحد، وعندك ثاني اشي كم نسبة الناس اللي صار لهم اكسبوجر وكم نسبة الناس صار عندهم مرض، فتضل عندك تحسب الانسيدنس ريت. هلا الليميتيشنز انها هاي الشغلة كثير تايم كونسيومينج، بدك فترة زمنية طويلة وانت بس ترد تسأل الناس وهيك، وكثير اكسبنسيف، وكونه اكسبنسيف وتايم كونسيومينج فهي يعني بتزبط، بس هي ان افيشنت، يعني مش كثير ملائمه للرير ديزيزز، ومش ممكن ومش دائما ممكن نعملها للرير ديزيزز لانها اكسبنسيف وتايم كونسيومينج. كيف بنحسب الافكت تبعها هون؟ عن طريق الريسك ريشيو. وهون يعني شكل توضيحي للكوهورت ديزاين، يعني هي احنا حاليا هون هاي هي اللي بريزنت، هون البريزنت، وهنا زي ما هو مكتوب هنا فيوتشر، هيها فيوتشر. هلا شو الفكرة؟ تاخذ انت مجموعة من الناس وبتقسمهم لناس عندهم فاكتور معين اللي انت شاك انه يكون هو سبب في مرض، وللناس اللي ما عندهم هذا الفاكتور، وبتطلع بعدين مين الناس اللي عندهم فاكتور، مين صابوا ديزيز ومين ما صابوا ديزيز، لما تتابع معهم فولو اب اكثر مرة بالمستقبل. ومن الناس اللي ما كان عندهم هذا الفاكتور، اذا في ناس صابهم ديزيز وناس صابهم ما صابهم ديزيز. وهاي هذا الجدول شوي هو يعني معقد شوية، بس عشان نفهمه أكثر بنقسمه لهيك لهاي التقسيمات. هلا في عندك هون strength of association، وعندك هون odds ratio، وعندك هون ال relative risk. هلا شو الفكرة؟ إنه في عندك الرقم واحد، كل ما إحنا بعدنا عنه كل ما كان ال association أقوى. هون بكون عندنا decrease في الريسك، وهون بكون في عندنا increase في الريسك في هذا الجدول. ليش؟ انه انت كل ما قليت عن الواحد كل ما قل عندك الريسك، كل ما زدت عن الواحد كل ما زاد عندك الريسك. واحد هو الرقم اللي انت تعتبره مش significant، انه ما فيش اي تغيير، انه اي شيء بتضربه انت برقم واحد ما بضل زي ما هو. اذا ضربته باقل من واحد بقل، فبقل الريسك. اذا ضربته باكثر من واحد بيزيد، فبيزيد الريسك. وكل ما بعدنا عن الواحد، مثلا هنا اقل من واحد بشوي، فالاسوسيشن خفيف او هو يعني معدوم فعليا. هنا قلينا اكثر فالاسوسيشن بيصير موجود بس ويك. هون قلينا لسه اكثر كمان صار الاسوسيشن مودريت يعني متوسط. هنا قلينا لسه اكثر بكثير فبصير سترونج. وزي هيك هنا لما زدنا عن الواحد زدنا بس شويه ما كانش في اسوسيشن، يعني هاي الزياده كانت انسيجنيفيكانت. لما زدنا اكثر صار الاسوسيشن ويك. فلما احنا نطلع على شغله بتزيد الريسك بمثلا 1.5، فاحنا بنعتبر انه بينها الاسوسيشن بينها وبين الديفلوبمنت اوف ا ديزيز بتكون مودريت متوسطه. وزي هيك هاي الفكره بالسلايد، انه في عندنا اوفرلاب او تداخل بين مفاهيم اكثر من انواع من الستدي ديزاينز، وانه ممكن ستدي ديزاين واحد يتحول لنوع ثاني من الستدي ديزاينز بناء على شو بيصير بالمستقبل. مثلا كروس سيكشنال، احنا بناخذ حكينا فتره زمنيه واحده، اذا عملنا لها ريبيتيشن، اذا ضلينا نعيدها على نفس مجموعه الناس، صرنا احنا عم نعملهم فولو اب. حتى لو انا اخذتهم مره 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 مره، انا عم بعملهم فولو اب. فهاي الشغله بتصير شو؟ بتصير لونجيتيودينال او بتصير كوهورت. فهو هون بيجي بيحكي لك مثلا if the same sample is studied مرة تانية بصير follow up، فهي بتصير cohort study. إذا وإحنا بنعمل مثلا cohort study واحد اتدخل، واحد من الانفستيجيترز اتدخل وعمل intervention، هي صارت trial، صار experimentation. وزي هيك هي الفكرة بهاي السلايد، إنه يحكي لك إنه في تداخل وإنه ممكن يتحول من نوع study لنوع study تاني. ecological studies إيش الفكرة منها؟ الفكرة إنه إحنا عم ندرس مجتمع كامل بشكل عام، مش ندرس شخص بحد ذاته.
فهاي الشغلة ممكن تدخلنا بشو؟ بإيكولوجيكال فالسي زي ما حكينا بأول محاضرة، إنه نفرض الإشي اللي جاي من طبيعة من طبيعة البيئة اللي عايش فيها البني آدم على البني آدم نفسه، كونه إحنا يعني عم ندرس وعم نطلع على المجتمع as a whole في هاي الأنواع من الاستدي. وهون بحكي لك نفس الإشي، إنه البيانات اللي إحنا بنجمعها بنربطها مع الهيلث داتا اللي إحنا جمعناها عن مجموعة من الناس summarized by place، مجموعة من الناس إحنا مصنفينهم حسب المكان اللي هو population بالأخير. في يعني هاي طريقة شوي مطولة لأنك تحكي إنك أنت عم تدرس ال population as a whole، population كامل. وهون الفكرة إنه إحنا عم نطلع على data analysis مش study design. وكونه إحنا عم نطلع على ناس على مجتمعات ككل، فإحنا ما عندناش study design كامل أصلاً عشان نطلع عليه. ليش؟ لأنه إحنا عم نطلع ما عم نطلع على ال individual level، فالديزاين عندنا incomplete. وهي هون بيعطيك طبعا مثال على الايكولوجيكال فالسي. كيف يعني؟ مثلا في بيعطيك المثال انه احنا اخذنا الريت اوف كورونري هارت ديزيز ومع الافرج انكم، وفي الدول اللي احنا درسناها اللي هي الديفلوبينج لاحظنا انه الناس الاغنى كان فيها ريسك اوف كورونري هارت ديزيز اكثر. فانت يعني بتصير تفكر انه خلص كل واحد غني الريسك تبعه بيكون اغلى، وتفرض على البني ادم الغني انه هو الريسك تبعه راح يكون اعلى بناء على هاي الاستدي اللي انت عملتها. انت فرضت عليه بناء على البوبيليشن اللي هو عايش فيه انه هو غني انه راح يكون عنده ريسك اعلى، علما بانه هاي الشغله غلط. لو اطلعت مثلا على الاندستريالايزد وورلد او الديفلوبد راح تشوف انه العكس، راح تشوف انه البور بيبل هاف هاير كورونري هارت ديزيز ريت ذان ريتشر people. فانت بعدين بتشوف انه الشغله غلط، فهاي ايكولوجيكال فالسي. وبيجي برضه هون بحكي لك انه هاي ميجر ويكنس في الاناليسيس انه يكون في عندك ايكولوجيكال فالسي. الاكسبيرمنتال ديزاينز اللي ما شرحوش بالمحاضره وفي الجامعه، فالفيديو راح يتوقف عند هاي النقطه. هم كلهم 5 سلايدات دخلات معنا في الامتحان بس الدكتوره ما شرحتهم، وسهلات، فإن شاء الله إنه يعني الواحد بيدرسهم لحاله. يعطيكم العافية.